والله يا اخوان، ها هو المغرب وراي مباشرة هيك الى المغرب. كل ملك المغرب يعيش بهذيك الجزيرة، وانا هيك بهذيك الجزيرة ملك المغرب عم بعيش. هون كله هناك بيروح على طريق البر، هناك كله بيروح على المغرب. الشواطئ بينه مباشرة، شواطئ المغرب الصبح يبينوا اشكرا طريق الحدود كل شيء. كل هون بسبتة كلهم مغاربة، أغلبيتهم مغاربة. وشواطئ حلو، أحلى بحر. أوف أوف، هاي البحر يعني من أولادي، من أحد من بحوراتي. جيت زرته وبدنا نزور إن شاء الله غير دولة إن شاء الله بعد كم يوم، يعني نكمل فيها على المغرب إن شاء الله، على ليتوان. ليتوان مدينة اسمها بتقول ليتوان يا طنجة. في بواخر ديرك بيروح، بنشوف ايش بده يصير ان شاء الله. صار الله يسمعنا. بكره انطلق من هالمدينه، خلاص اليوم اخر يوم، يوم الوداع في سبته، والمغرب من خلفنا ينتظرنا.